السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في نقطة ثيرابي مع نعيمة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي هو صابلي الزيادة أو السبوع. نتمنى يتربى في عزهم إن شاء الله يا ربي. ونبداو دابا في المكونات. عندي هنا 250 غرام ديال الزبدة الحيوانية، عندي هنا 150 غرام ديال سنيدة، 100 غرام ديال السكر كلاصي، سنيدة تكون رقيقة. عندي هنايا جوج بيضات، عندي هنايا 50 غرام ديال اللوز والطحون ومهربل، قبيصة ديال الملح، شوية ديال الفاني بودر، واللي ما عندوش بودر يدير ساشي، واحد ساشي من فئة 7 غرام. عندي هنايا 700 غرام ديال الدقيق، أو كيبقى على حسب الخليط. خلط إن شاء الله غادي نبداو نخلطو باش نصايب صابلي نخليه يرتاح، وعاد غنوريكم كيفاش غادي ندير عجين السكر. غادي نصايب البيض هو الاول، ندير قبيصه ديال الملح، غادي نزيد الزبده، تكون الزبده حراره المطبخ. غادي نبقى نخلط، نخلط مزيان حتى تولي كريمة. غادي نضيف سنيدة، كنزيد السكر كلاصي، كنبقى نخلط، كنزيد داك البودر ديال الفاني، كندمج كلشي العناصر، وكنزيد دابا اللوز مطحون ومغربل، واللي ما عندوش متوفرش عندو اللوز يدير يقدر يدير الكوك. هاد الصابلي راه ما كنديرش فيه الزيت، دابا غنضيف الطحين شويه بشويه. نحاولو نجمعوه غير برؤوس الأصابع، منحاولوش ندلكوه. هاد اللوزة بقات ليا مكمولة، صافي. بعد ما أنا خلطتو غادي نخليه واحد تقريبا واحد ساعة المكانة تقريبا هكاك، وغنرجع لكم باش نشكل. بعد ما خليتها ارتاحت ساعة هاد المكانة، صافي دابا غادي نبدا نشكل. غادي ندير واحد البلاستيكة فوقها، غادي نبدا نطبع.
هي كل ما خليتوها كترتاح كل ما كتبقى كتساعد تكون مزيان في الطلاق ما كتلصقش. نضعها من دار الشمس. هما عندي هاد المرشمات هادو غادي نحاولوا نضغطوا ولكن ما نضغطوش على هاد الزواقه هادي لان مازال غادي نلصقوها بحاجه السكر. نحاولوا نضغطوا غير هادي بلاش هاد الرشمه. غادي دابا الكروسه نحاول نهزها غير بشويه باش ما تلصقليش. هانتوما كتشوفوا غادي نجيب لاطا كنحاول نهزو غير بشويه هاد الزوائد كنحيدوهم. دابا غندير الكسيوة كما قلت لكم هاد الرشمة ما خصهاش تكون حيت غادي نرشمها بعجين السكر. غادي نبقى حتى نكمل الرشمات كاملين. باقي ليا الطاعة وباقي ليا غادي نطبع واحد الطابعة غير اوفال باش غيمكن ليا ندير فيها هاد ديال البيبي مع عجين السكر. حتى نكمل كلشي ونرجع ليكم ملي غنطيب. صافي بعد ما درت صابلي الفران يطيب غادي نوريكم عجينة السكر. بالنسبة للحليب نيدو ها هو عندي هنايا 300 غرام ديال حليب نيدو بالعطار. إذن اللي ما عندوش الميزان يدير 5 ديال هادو واللي بغى يدير قل يدير قل. مثلا غديروا 60 غرام 60 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال او 200 غرام يدير 200 غرام ديال السكر كلاصي. نفس القياس اللي غادي يكون في الحليب غادي يكون في السكر كلاصي يكون سبيسيال. دابا غادي نخلط. عندي هنايا حليب نسلي دابا غادي نخلط القدر اللي غادي يخلط لي. عندي انا 300 غرام غنخلط 300 غرام ديال السكر كلاصي و 300 غرام ديال الحليب نيدو. غنخلط شويه بشويه. دابا 3 المغارف غادي ندير 3 المغارف ديال السكر كلاصي. غندير حليب المحلى المركز وغادي نخلط. نخلط القياس اللي غادي نخلط شويه بشويه حتى نحصل على العجينه اللي بغيت.
حيت انا عندي هنايا صابلي كثير، خاصني غادي ندير 300 غرام ديال السكر بلاصتي و 300 غرام ديال حليب نيدو. غادي نزيد المغرف، نزيد المغرف ديال السكر بلاصتي. دابا هنا غادي نقدر غنستعمل يديا، باش نقدر نتحكم على نتحكم في العجينة. غادي نزيد عاوتاني هنايا مغرف ديال السكر بلاصتي و مغرف ديال حليب نيدو، نزيد جوج، و في نفس الوقت غادي ندير واحد شوي ديال الملون بيض، ضروري الملون بيض باش كيخلي العجينة بيضة. اللي بغا يخليها هكاك في الحليب هداك اللون ديالها خليها، ضروري خص شوي ديال الحليب شوي ديال اللون أبيض باش كترجع العجينة بيضة. صافي غادي نبقى نخلط، وعاد ديك الساعه غادي نرجع باش نلونو، لان انا هاد العجين السكر راني دايره في القناه، دايره في واحد الفيديو، ولكن الاخت بغاتني نعاود نديرو لان صايبت صابلي، قلت راه نعاود نديرو اليمانه. صافي غادي نبقى نخلط حتى نخلطو ونرجع معكم باش نزين. صافي انا جمعتها، هانتوما شفتو، وداك اللون ابيض، داك الكميه كامله ديال الحليب نيدو سكر بلاصتي كلها درتها، 300 غرام ديال الحليب نيدو و 300 غرام ديال سكر بلاصتي، وخلطت ليا بواحد هاد الطاس ديال نيسلين. باش خلطت دابا غادي نشد، غادي ندير اللون الازرق، وغادي ندير اللون فانيدي على حساب داك البيبي، غادي نحاول ندير على حساب البيبي وفاني دي، غنخلي الابيض وغنخلي الازرق باش غادي نزوق هاد. دابا غناخد هذا غنقسم على ثلاثة، هانتوما على ثلاثة ديال البارتيات، وحدة غادي نلونها باللون الازرق، وحدة غنخليها هكاك، والاخرى غادي ندير لها واحد شويه الفانيدي باش تجي اللون ديالها على حساب هاد البيبي، باش تجي اللون ديالها لون بحال البيبي. المهم دابا انا غادي نحاول ندخل هذا اللون الازرق هنا، انا بغيت باش نعاود معكم هذا العجين لان الاخت مولات العقيقه طلبت لي باش نعاود ليها عجين السكر. صافي انا هذا لونته اللون ازرق شيبي مفتوح، دابا غادي نلون هذا. بالنسبه غادي يجيني بحال تقريبا اللون ديال البيبي ملي كيكون يلاه تساد، غندير غير شويه ديال اللون هذا الفاتح الغوز الفانيدي باش يجيني داك اللون ديال البيبي يلاه فاش تساد. ديش بزاف
نزيد واحد شويه غير ما بين يدي بحال هكا. صافي هذا هو حتى هو جمعته، هانتوما تشوفوا تقريبا جاني داك اللون اللي بغيت انا حسنت عليه. ها هو هذا، هذا غادي نحمل به بحال هكا حتى هو غادي ندير ليه فيلم على المونتير او بلاستيك الغذائي، وغادي نخليه حتى هو صافي. دابا غادي نشكل بعد ما طاب صار لي، انا غادي نوري لكم وغادي نبدا نشكل. دابا غادي نطلق هاد الابيض هو الاول. دابا هاد البيض علاش انا خليتو باش غادي نطبع به الرضاعة، لان الرضاعة كتكون فيها كيكون فيها الحليب بيض، انا اختاريت باش نديرها بيضة. دابا يمكن لينا نضغطو على هذاك اللي قلت لكم في العجينه ديال الصابلي ما خصناش نضغطو على هاد الزواقه، دابا خصنا نضغطو عليها. ها نتوما دابا شتي كتبقى مرشومه، غادي يمكننا نخليهم حتى غادي ماشي يبقاو لينا باش يبسو لينا. شفتو بالنسبة للكسوة انا غادي نديرها. دابا غادي ندير معكم هاد البيبي، نحاول ناخذ العجينه غير بشويه شويه قياس، وغادي نحاول نديرها هنا في هاد السيليكون ديالها، وغادي ندير شويه ديال الماء في هاد الصبع الكبير ديالي، وغنحاول نضغط عليه هنايا هانتوما باش كتاخذ الشكل ديال داك البيبي. هانتوما ها هو، نحاول نعاود وحده اخرى معاكم. كنحطها كما قلت لكم هنايا، الا بانت ليا العجينه كثيره كنحاول نقصها غير بيديا. هانتوما الرضيه كتطبع، كندير شويه ديال الماء في يدي باش ما كتسقليش العجينه في يدي. هانتوما كنضغط عليها، كنحاول نخرج هاد البيبي من هنا. هانتوما شفتو، دابا غادي نكتفي انا باش نوريكم. غادي ندير دابا الكسوه، أنا ماشي كسوة عفوا، غادي ندير الكروسة. غادي نطلق دابا هاد العجينة ديال عجينة السكر. نحاول نطلق هكا النص ديالها، غادي نقطع النص ديالها. نخليه هنايا جانبا، وغادي ناخذ الابيض غادي نطلقو حتى هو بنفس الطريقة. من بعد ما طلقت هادي هاد البيضة وهاد الشبية لصقتهم بحال هكا باش غتعطيني هاد الشكل بحال هكا. هانتوما كيعطيني هاد الشكل،
بحال هكا، غادي نزيد وحده اخرى كطبعوا باش كتعطيكم ديك الرشمه صافي، وكتزولوها صافي. غنبقى حتى نكمل كلشي وغادي نرجع لكم في الشكل النهائي. هذا هو الصابلي ديالي بعد ما زيتو هانتوما كتشوفوا، هذا صايبت له هكا وريتكم كيفاش، ودرت له هاد العكاكات هكا في الارجنتي، هذا خليته هكا. بالنسبه للدار خليتها هكا بيضه لان كيكون فيها الحليب ابيض. هاد الكسيوه درت لها هاد البابيو، راكم عرفتوا كيفاش كنصايبهم. ونتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، واللي اول مره يشوف القناه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو الجديد. واكيد كننتظر منكم التعليقات لانها كتهمني وكتحفزني باش كنزيدكم الجديد.